السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا صدور فراخ بالمستردة والجبنة. عشان ما نضحكش على بعض انا مش عارف اعملها ازاي. هي كتبت لي قالت لي دولت هتعمله. طب امشي ازاي؟ اديني الخريطة، اديني الطريق. هات انت في جبل. عيش. يبقى عندي صدير دجاج وزبدة وبصل وتوم. وعندي تعفير الدقيق زي ما قالت لي، مستردة ومكعب مرق وكريمة لباني وفلفل الوان وفلفل حار. جبنة شيدر او برمزان. بقدونس مفروم. وطبعا زبدة او زيت زيتون وبقسماط. يعني العجل في بطن امه. يعني يلا نشوف هنعمل ايه. وانتو وانا وحظنا رزقنا على الله. نشوف هنعمل ايه. اما لا توشوشني في ودني وتقول لي خليك كويس واشتغل كويس وما تمدحناش على الهوا وحاول تركز. يعني وانا في امتحان لا قلت لما انا اقول قولي بابا قلت بتبلع عليك. اللي جايزكم بقى يا جماعه المخرج بيساعدها. المخرج بيساعدها برضه ربنا يسترها معانا. صلى على الحبيب. طيب يبقى كده ادي الدجاجة بتاعتي هنتبلها وبعدين نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. ادي فراخ، حبة فلفل، حبة ملح، حبة توم، حبة مستردة كده. وانا مش عايزها يعني تكون فيها بريدت كتير او بانيه كتير كده. هجيب بقى بنطلع على بقرشين. ادي البقسماط وادي الدقيق. اهو انا اخد بس تعفير الدقيق من دي كده على جنب كده ونصلي على الحبيب. اهو زي ما اتفقت مع حضراتكم انا مش عايزها بريدت كتير يعني على خفيف. يا ست سمر. الو صباح الفل يا سمر. صباح الخير يا سي شرديني. صباح الهنا يا ست الكل. عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي والله. اتفضلي طلبات حضرتك ايه يا ست الكل؟ السلام عليكم. ازيك يا سي شرديني؟ السلام عليكم يا فندم. عامل ايه؟ انا كويس.
ربنا يبارك لك يا رب، احنا حابين نعرف بحضرتك، متشكرين على كل حاجه بتعملها لنا يا شيف شربيني. خدامك يا فندم، ربنا يبارك لك يا رب. تحت امر سعادتك، ربنا يخليك يا رب، يخلي علاء يا رب، يخليك لينا يا فندم. اشكرك يا فندم. صباح ليك اي طلبات عندي يا فندم؟ حضرتك كنت عايز اعرف بس طريقه المكرونه البشاميل. خدامك خدامك يا فندم، على عيني يا ست الكل. يلا يا انسه حد يزغد عشان تصحى. يا انسه ادي النيله جني نام هنا. انت ليك شوف حاجه؟ استنيني بره. لا ما تساليش. ده دي البنات اليومين دول. نعم يا عم علي. السلام عليكم. صباح الفل يا عم علي. ازاي حضرتك؟ في نعمه يا عم علي. ربنا يخليك، انا بس كنت عايز اسلم على حضرتك مش اكتر. ده شرف ليا يا عم علي، ربنا يجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطرنا. امرني يا عمي. ربنا يخليك. خدامك يا باشا. اشكرك يا عم علي، شكرا يا عم علي. دي بصلايه مع التوم مع مكعب مرق، ونركز مع بعض شويه يا عمي. قال لي مش هركز. حاضر شكرا. انا بعد الطاسة من على النار عشان ورم فيري هوت فيري كلينتي. البشاميل على الشاشه يا ست الكل، ورا ولا مكتوب وراي. مين يا فندم؟ انت مش نايمه؟ النبي ده جاي عند ديش بتكلم من تحت البطانيه. تقول انا مش نايم انا نعسانه كده. يا عمي حبه الصوص دول الله يا بلادنا الله. بمخرجنا والكاست معاه. هو انا وحشه ولا ايه؟ يعني يا بابا ومال الهوى ياما، مال الهوى مال. حبيبي يا رسول الله شوية صلت شوية ما تكترش الصلت عشان حدايا جبنة. دي المس طاردة اهي يا جانا. الو 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 ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا جانا، انا بحب حضرتك جدا. صباح الفل على بنتي حبيبتي. صباح الفل على بنتي حبيبتي. والله العظيم كل اكل حبيبتي. صباح الهنا عليك يا ست العرايس. شكرا والله يا شيف. اموريني يا قلبي. الحمد لله تحت امر سعادتك. اموري. انا عايزه طريقه البيتزا. خدامك يا فندم، على عيني يا ست العرايس. اموريني يا ستي. كده حدايا فلفل ومال القمر ياما، مال القمر مال. حبيبي يا رسول الله تيت 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 تيت. خلاص نقطع الفلفل فينجر
حبيبي انت يا ربي. حلو كده الكلام ده يا باشا. ادي كريمة لبان وحداني هعيش كده وحداني. قوم بقى ايه ناخد شوية شاي ونيجي كده بعدين بقى وبعدين بقى. طيب ماشي. نشيل بقى كل الزفه دي من هنا وخلي حبه البقدونس مع الايه تشيز كده. وادي الشاي كده على جنب اهو. نعم يا فندم. انا عيني ليك يا باشا، عيني ليك يا سعاده الباشا. هستاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطه واروح في ايهاب. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم. الفراخ لسه ما قلتهاش ولكن انا مستني الفاتوره تسخن هقلي. بس انا عندي وانا ماشي في الطريق كده اتكلكعت في حبه شويه بقلاوه. بس بقلاوه بايه بقى؟ يعني ايه هلعب فيها زي ما بقولوا، يعني ايه اعصر دماغي كده واحاول افكر ممكن اعمل حاجه تتاكل. هعمل بقلاوه بالكريمه مع الجبنه الكريم تشيز، يعني حاجه جديده لسه ما اتعملتش. بقول انا اكلتها قبل كده بره بس انا ما طلعتش بره. خلينا احنا جوه كده هنعمل حاجة حلوة. عندي لبن على النار بيغلي، ركز معايا والنبي الله خليك يا مخرج. ادي شوية سكر ويسك مضرب شوية فانيليا اهو. قوم بقى ايه يا سيدي وانت معايا. طيب حبة نشا اهو مش ياما عشان نربط بيهم الايه اللبن. ابص كده على الفطورة بدأت تشتغل اهي. يلا قال لي ما تتعبنيش معاك خليك يا ده يا هنا يا هنا. معلش اشقى شوية معانا اشقى يا اخويا. فرايد تشيكن او تشيكن فينجر قال لي احنا ما اتفقناش على كده. حاضر اهو سيليكشن توجذر. لسه حدايا كريم لباني وكريم تشيز. وادي اهو انزل كده واصلي على النبي. حبيبي يا رسول الله لازم تبقى زي البشاميل تقيلة شوية عشان تبقى كويسة.
هو اللي مال اللي مال يمه. طيب يا عم زياد يا اللي مطنشني. ايه يا استاذ سيف عامل ايه؟ يا استاذ زياد. ايه يا سيف عامل ايه؟ يا زوده. الو سيف. الو سيف. طيب يا عم اللي مش صاحبي ولا انا صاحبك. يا زياد انا معاك. يا زوده حبيبي. عامل ايه يا سيف؟ اخبارك ايه يا جميل؟ الحمد لله بخير. ازي حضرتك؟ وامورني يا عسل. لا كنت بسلم على حضرتك. طب طلبات حضرتك ايه يا جميل؟ لا شكرا مش عايز حاجه. وامورني يا حبيب قلبي. عايز الكوسه بالبشاميل. ليه يا فندم؟ الكوسه بالبشاميل. كوسه بالبشاميل؟ اه. عيني ده انا كنت عاملها من كام يوم بس كانت تجنن. اه والله. بص بقى كده حبه الكريمه دول. يا واد يا واد يا واد يا واد يا ولا. الله يا بلادنا الله. بجيشك والشعب معاه اهو. اه اه اه. هو ده هو ده المطلوب. كريم تشيز عامل شغل حلو قوي قوي قوي. انا عايز اخد دول كمان. صلي على الحبيب واللي صده عمره ما يخيب. طيب بعمل ايه بقى يا سيدي؟ نصلي على النبي. نطلع دول بره كده. ايوه يا عمي. خش برجالتك يا فرج. السلام عليكم يا شيف. ازيك يا عم؟ ازيك يا عمي؟ حبيبي اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل عليك يا حبيبي يا سيدي. حبيبي الله ينور عليك يا حبيبي يا غالي. ينور عليك. صباح لي على الشباب وعلى اللي عندك كلهم. كل الشباب بيصبحوا عليك ويقول لك صباح الفل والهنا يا عمنا. حبيبي 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 يا يجعل صباحك زي القشطه. الله يخليك يا حبيبي. نهاركم ابيض. نهار القشطه ان شاء الله يا حبيبي. اخويا حبيبي اخويا حبيبي حبيبي. طيب قوم بقى ايه يا سيدي؟ معايا يا عم محمد؟ سي محمد معايا؟ طيب يا حبيبي شكرا. كده هنا؟ يا حبيبي يا رسول الله. سينكو منيتو. سينكو منيتو. عشان تتفرد يا باشا وتبرد بسرعة. معلش احنا بنتكلم. معلش يا اخويا خد على هوايا. اه اه ياما اه. ده الجلاش بتاعي اهو. وادي السمنه. وادي الصينيه. يا ست نادى. الو الو. ايوه انا بحب اكلاتك قوي يا شيف. ازيك يا ست العرايس؟ الحمد لله. واموري يا قمر. عايز اسال مسقعه باللحم المفروم. بالمسقعه بالبشاميل؟ نعم. مسقعه ايه يا فندم؟ باللحمه المفرومه. عيني يا روحي. عيني يا بابا. عيني يا حبيبتي. عيني عيني. حد معاك حضرنا يا ابني؟ طيب شكرا.
اقعدي كوب كده، اقعدي يا نانسي. والله لو اوريكي، والله ماشي. هبتوع الجامعه انتوا اللي مش نافعين. بتقل انا تحت كده شويه. قوم بقى ايه يا سيدي، اهي يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. حبة من دول جدعانة كده. قوم بقى ايه كلوز. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، خليك حنين كده عليها عشان ما تختص منك. يلا حبيبي يا سيدنا محمد. خلي ايدك حنينة يا باشا عشان ايه ندي بقى الزبدة بتاعتنا. عزيمة يا مصر يا أم النهار. نعم يا فندم، انت عايز منها حاجه؟
الله، احنا لسه بنشتغلنا. عايز تريح شويه؟ ها حاضر. المخرج عايز يريح شويه بعد اذنكم، هناخد فاصل ونرجع تاني برضه، هنغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وكده، التشيكن بتاعي شويه مشروم مع المستردة مع الفلفل. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، حبة المشروم دول هيغيروا له مسار، حاجة هتبقى فل الفل. خلي بالك انا عندي في الفرن صينية، ممكن انت تسعى عليها وتبوظ وتلبسنا في الحيطة. فانت ما شاء الله عندكم 7-8 تنفار قاعدين، ما 2-3 تنيات و4 تنيات، يركزوا على الفرن عشان حدايا شغل اهو. شفت بقى يا باشا؟ الله يا بلادنا الله، اللهم صل على النبي. الله 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 الله، فله. طيب بص يا سيدي، دي الفراخ بتاعتي اهي، يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله 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 الله، قوم بقى ايه؟ عايزك تاكل لقمة حلوة شهية جميلة مرضية. انت ليك شوق في حاجه؟ في حاجه مش عاجباك تقول لي عليها؟ اتفضل يا باشا. مش خساره في سعادتك يا فندم. عندي بقى قرص بالزبادي والجبنه. نوضف بس الدنيا كده. برضه ابص على الفرن عشان قلبي واكلنا عليه. طيب نعلي شوية عليه. ماشي. اوه يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. قرص بالزبادي عندي 4 كوبايات دقيق، رشة ملح، رشة سكر، خميرة وبيكنج باودر اهو كده، وادي زيت، وادي اليوجر بتاعتي. وشوية مية للعجين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشا، ممكن اديها شويه سمسم جوه. بتصلي على الحبيب. الله الله اللهم صل على النبي.
طيب بص بقى يا سيدي، انا عندي العجينه جاهزه، بس برضو ممكن عشان بتخمر معانا، ادي العجينه بتاعتي اهي. حبه طحين وبص بس على الفرنايه، شغاله زي الفل. يلا ناخد دي كده اهي، وناخد دي كده. نحطها هنا ونغطي عليها، وممكن نستخدم منها شوية حدايا فوطه نضيفها اهي، نغطي كده. مين يا اختي؟ ما هي عزيرو الفوطه جديده يا اختي. حاضر. كده هنقصتها، هنعملها 10 قرص. ادي ون ونين يا عم محمد. يا شيخنا حبيبي يا عم محمد، اخبارك ايه؟ صباح الفل يا جميل. عايزينك تقول لماما كل سنه وانت طيب. كل سنه وهي طيبه. اقول لمين؟ لماما. لماما؟ اه. كل سنه وهي طيبه وعقبال 100 سنه وانت معاهم يا ابني، وربنا يخليهم لك، ربنا يخليهم لك يا حبيبي. انت خدت بالك يا عم محمد؟ لا لا بضل على عيلتي. عندي حبه جبنه سيليكشن اهم، وادي حبه جبنه تاني اهو، شويه بقدونس، شويه سمسم، قوم بقى ايه، ابص على الفرن. اوطي عليه على 160 درجه مئويه او سنتيجريد كده. طيب ادي، انا قلت 10 وهم طلعوا 10. طب الحمد لله 100 100، بس عايزين تاني حد. انا ياما يلا بقى نبرنق. الناس اللي انا عندك بتقول لك الفراخ دي مش عجباني، ما تاكليش منها يا حاجه. اللي مش عاجبه حاجه ما ياكلش منها لو سمحتوا، برضه بالعند يعني. طب ايه؟ والله لو هوريك اللي في بالي. ماشي.
بعد كده يا سيدي يلا قلبك دب في ايدي. نعم يا فندم. انت زهقت مني؟ هناخد فاصل ونرجع تاني لحضراتكم ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده عملنا شوية القرص الحلوين دول اهم. انا شايف ان احنا الحمد لله شغالين زي الفل حبيبي يا رسول الله. عايز بس ايه اظبط الفرن شويه كده. حبيبي يا رسول الله. طيب والله انا عندي واحدة يعني انا بصوا مشكلتي الله الوكيل انا محبش حاجة تفوت مني. انا عملت فطيرة كبيرة عم محمد بيقول لي ما تحاول تغديني بلقمة من دي وعمل لك فطيرة كبيرة مجمعة اهي حلوة بدل ما اصحى ترمي وهوجع البطن وركب الطبيخ.
مالها دي؟ لما احنا نديها للمخرج وهو ماشي، لو اتزنق في السكه وهو ماشي مسافر، اصل مسافر يفطر او ياكل، ياكلها وهو ماشي. ها ست الحاجة ام مصطفى، يا ست ام مصطفى، يا ست الحاجة. ايوه مع حضرتك. السلام عليكم. صباح الفل يا ست الحاجة. ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمة يا في نعمة يا ماما. الحمد لله والشكر لله. أمريني يا امي. بس عايز اعرف من حضرتك العجينة اللي انت عملتها دلوقتي بتاع القرص الطرية، هجيبها لك على الشاشة على طول دلوقتي، بس طيب. صوريها على الموبايل، هتبقى معاكي فايل كده، تبقى تحتاجيه في اي وقت. ماشي. عيني يا ست الغالية، يا ست يا غالية، عيني يا ست يا غالية كده. طيب كده البقلاوة زي ما انتوا شايفين حضرتك كده غرقانة في الشربات بتاعها، بس لازم نصفيها، لازم نصفيها. يا ست مصطفى مقادير الرؤوس على الشاشة مع حضرتك. ست الحاج مصطفى بسم الله عليك يا سيدي. يا فاش شربات ياما، خليها بس تبرد كده. وبعدين نبقى نقلبها. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. هوبا. الله يا بلادنا الله. ربي ده دي ده دي يا ولا، يعني بقول لكم اصبروا عليا وانتم مش مصدقيني. بقلاوه واتفرج على الحلاوه، حلاوه لسه حداها شغل ياما.
عندي شويه سمك بالعسل النحل، مع رز بالشبت. قال له شبت حبيبي وشبت قلبي وشبت روحي. ست ماجدة، ست ماجدة، يا ست ماجدة. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته الكل. والله العظيم احنا انا بس انا بتفرج على حلقاتك بس بستمتع بيها، وشكرا يا شيف شربين بجد على الوصفات اللي انت بتعملها. يا فندم خدامكو خدامكو، انا اعمل اي حاجه عشان ترضيك. انا مش مبالغ والله بجد، اكلك يعني انا نفسي ادوقك، نفسي ادوق كده. ابعت لنا صينيه من عندك كده. الله يكبر بخاطرك زي ما بتكبري بخاطرنا. والله وكفايه وكفايه اخلاقك يا شيف شربين وذوقك، وكفايه الثواب اللي انت بتعمله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك. انتوا احسن مني، انتوا احسن. والله ربنا يكرمك بجد يا شيف شربين، ويديك الصحه وطول العمر يا رب. خدامكو يا فندم خدامكو، ونشوفك كده يا رب دايما كده. وشكرا على اللي ردت عليا، وكل الكاست اللي رد عليا. كل سنه وانت حضرتك طيب. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم، بشكرك على المكالمه الجميله الحلوه دي. يعني الناس كده بتدينا باور، يعني بتحسسنا ان احنا بنفهم وبنشتغل، ولكن احنا على قد حالنا. لكن تشكري والله يا ست الكل، والله اشكرك يا ام، اشكرك يا ست. طيب عندي شويه رز بالشبت، وعندي سمك. فين الدفتر اللي كان معايا؟ كان معايا دفتر هنا، راح فين؟ ايوه اهو الدفتر معايا. سمك بالعسل والصويا صوص. طيب عندي سمك فيليه وزيت زيتون وبصل وتوم وزنجبيل وشطه وبابريكا وصويا صوص، عسل، بهارات سمك وفلفل حار وسمسم ورز بالشبت. حلو الكلام يا باشا، حلو الكلام يا باشا. هو ممكن احتاج تعفير الدقيق. حبيبي يا رسول الله، طيب عندي زيت. نعم يا فندم، خدامك يا فندم. هندي بقى حبه الرز دول بصلية ناعمه اهي، عشان ناكل حبه رز بمرض الله. ماشي، ناخد فاصل ونرجع تاني، وانا غير محطة واروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل، وعندي الدل رايز رز بالشبت، حطيت له كل حاجة، وادي الهوت ووتر كده حضراتكم. ده الرز بتاعي اللي بالشبت، زيت، بصلية ناعمة، شوية شبت، مكعب مرق، وزي ما انتم شايفين كده بالصلاة على الحبيب الدونالو والهوت ووتر. نخش بقى على السمك بتاعنا، ده زيت زيتون. طيب هنا ايه يا سيدي؟ حبة ليمون اهو. الفرن شغال، يا ست نادى. ايه شربين عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ السلام عليكم يا ست نادى. عامل ايه؟ بحب حضرتك جدا. اموري يا قمر، حاولي تكلميها تاني يا فندم. هنا بقى يا سيدي ملح وفلفل، ادي الفلفل،
ست مريم هو دي الفلفل. الو ايوه يا ست مريم. مساء الخير يا شيخ. صباح الهنا على عيونك يا اختي حبيبتي. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي وبنتي بنتي وحبيبتي بنتي وحبيبتي. انا كنت عايزه اعرف من حضرتك طريقه عمل كفته السمك. عيني عيني يا غاليه خدامك يا بنتي. ده سمسم اهو والنبي يا انسه اللي قاعده متنيها ثلاث تنيات هتقول لي هتفرد خلاص مشيت. حاضر. طب ما انت زيها ما انت متنيها ثلاث تنيات انت كمان. طيب وانت ما فيكيش ثانيه لوحديك ولا ثانيه ولا ثالثه. شفت كده بعمل ايه يا باشا؟ ابدا كده 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 وكده واروح اعمل كده ترن اوفر بس يبقى كده ايه ما علينا عايزين دول تاني. قوم بقى ايه هنا يا سيدي شيل دي من هنا وادي بصل زنجبيل. بقول لي الست تحط الزيت. لا ما نسيتش بس انا مش عايز الموضوع يأكسد مني عشان الاكسده. بس نلقي الرز بقى على الويتنج اهو وكفته السمك على الشاشه وادي الجارليك وادي زيت الزيتون اللي اتفقنا عليه اهو. حلو الكلام ده يا باشا. اه انا مش عارف المخرج بيقول لي ال 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 القلاشه اللي انا عامله مش عاجبه. كلهم مش عاجبهم. يا حول الله يا رب يا حول الله يا رب العالمين. لا يعني يا سلام هم اهم شيء كله لله كله بيطلع لله وانت اولى من الغريب. انتوا مقاطعي زحلاتي يا عيني. يا واد يا واد يا واد يا ولا خد يا عم خد يا عم اهو خد يا سيدي اللي ايه ممكن برضو نعمل لها حركة كده حلوة. لا مش إلي نفس. الغرز دي الصبح انت قايم من النوم تاخد لك وحدتين حبة زيت زيتون على الوش كده اهو اذكر الله وصلى على الحبيب. واللي في الفرن كمان حدايا هنا هي طلعت. اهي يا باشا اللي نفسه في حاجه ياخدها. اذكر الله وصلى على النبي. الرز على النار حبيبي يا سيدنا محمد. طيب كده بس عايزها ايه تسخن وبعدين نفتح اللابح.
ما هو القطر شغال 24 ساعة لسه بدري. الله 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 اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. ادي السيسم بهارات السمك شويه من البابريكا الله يا بلادنا الله لجيشك والشعب معاه نشيل بقى كل ده من هنا اهو عشان المخرج مش يزعل مني. الفطيره دي الواد جعد لو كلها بس الله الوكيل يعني عايز ادوق الجبنه اللي فيها دي بس يا جمالك يا جمالك يا جمالك فطيرة ما كانت هتترمي يا اصحابك لما جيت اكل منها وكلت الشغل دي منبه يا معلم دي منبه يا دو وديت فين حتة الشغل انت كلت القتيل دي منابة يا معلم دي منابة الله الله والله يا جماعة اجمل حاجة في الدنيا انك تشتغل بمزاج بص بقى يا سيدي هوريك بقى نعمل ايه لا هو ناقصه حاجه ده من شرق اسيا وشرق اسيا دايما بتمتاز بس الايه فلفل الحراق ننفض السيتس اهو كده اهو معلقتين عسل نحل اللي نازل على تحت اهو
فريش كاردمون، كزبرة خضراء، حبيبي يا رسول الله. خلاص يعني انت قطعت تذكرتك ولا لا؟ هو انا جاي. طب قطعت، طالما انت خلي ما ايوه. مصر 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 تحيا مصر. بس انا متوقف على الرز فلة، كنت خايف الرز اللي يكون طالع ني. الله حياة النعمة زي الفل، حياة النعمة زي الفل. بصلاه عامله شغل معاه. انا كنت هفطر اتغدى محشي ارجع في كلامي. لا اكل سمك. هو الله عارف لو فتحت باترينا بره وقفت كده كل يوم اعمل اكل، بس يعني يوم اعمل سمك يوم اعمل رز يوم اعمل كده، في باترينا بره في الشارع هتبقى ايه؟ بس تكون جنب محطة اتوبيس. تبقى جنب محطة اتوبيس. الله 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 يا رسول الله. هو مين طفى النور؟ هو يا جماعه بحب حبيبي وبعشق حبيبي. طبعا عايز اشكر ابني وحبيبي وقريبي يا حبيبي يا محمد. اشكر الله. طب زي ما انت ليك شوف حاجه يا متر يا مستر. طيب يا باشا روح يا شيخ الله يكبر بخاطرك زي ما بتكبر بخاطرنا. تعالوا انتوا هنا بقى كده. وادي خشب الله عبد الناشف اهي. طبعا عايز اقول لكم على حاجه. ادوق بس دي
انا عامل شويه من بدري. عايز اشكر ابني وحبيبي واخويا وصاحبي وجريبي الاستاذ عمي محمد افندي فهمي، واشكر كل الكاس اللي معايا، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.